اول حاجه هي حاجه من حوالي يومين تم اعلانها، والحاجه دي عامله شغل على اعلى مستوى، الا وهو اكتشاف المفروض انه هيغير من تاريخ هرم الملك خوفو، وهو اكتشاف عباره عن حاجه بيسموها بالانجليزي فويد، في او اي دي، فويد يعني فراغ. لقوا فراغ على الاقل 30 متر داخل جسد الهرم، ونعتبر ان هو فوق البهو الكبير. في حاجه في الهرم اسمها البهو الكبير، البهو الكبير ده بيسموه بالانجليزي جراند جاليري، والجراند جاليري او جراند جاليري ده اللي بيطلعك صاعدا الى غرفه الملك بتاعه الدفن، او وانت نازل بتنزل منعه. الطريقه الوحيده اللي تقدر توصل بيها لغرفه الدفن بتاعه الملك في هذا الهرم هو هذا البهو الكبير. فوق البهو الكبير ده لقوا الايه؟ الفويد دوت، او لقوا الفراغ. طيب الفراغ ده اهميته ايه؟ اهميته اول حاجه ان ما كانش حد يعرف عنه حاجه. خلاص في ناس قالت في فراغات قبل كده، وناس اتكلمت على فراغات، لكن بالشكل ده وبالمنظر ده مفيش حد يعرف. طيب تاني حاجه ان احنا هنا بقى بنزاول التكنولوجيا بتاعه الفيزياء مع علوم المصريات، وغالبا لما انت بتخش زمان خالص كانت الجيولوجيا تقول حاجه وعلم الاثار يقول حاجه والاثنين يتخانقوا مع بعض، فكان التملي علم المصريات، لكن النهارده في تزاوج، وهذا التزاوج تزاوج حلو ما بين علم الفيزياء وعلم المصريات. طيب ثالث حاجه مهمه في الكشف ده ان احنا عندنا ثلاث مجموعات اشتغلوا عليه تقريبا، كل واحده منهم جايه من علماء معينين، فبالتالي ده مش كشف الناس واحده بس بتتكلم، ده اكتر من حد عشان في الاخر خالص كله يطلع بنتيجه واحده، وبرده ده شيء حلو. رابعه ده الحاجه اللي انا بحبها بقى هو ان هم ما اضطروش ان هم لا يكسروا ولا يحفروا ولا يهبدوا ولا يعملوا ثقوب ولا يمشوا لي مش عارفه مين في روبوت جوه الشافت والكلام ده كله، لا الناس دي اشتغلت باجهزه تقنيه عاليه جدا جدا، وهذه التقنيه هشرحها لكم بطريقه مبسطه جدا لانها تقنيه غايه في التعقيد. التكنولوجيا حديثه جدا، هرجع لموقف تاني. يا جماعه في تكنولوجيا اسمها المايون. المايون دي ممكن ننطقها بالعربي، هي نطقها صعب شويه لكن ممكن ننطقها بالعربي مين يا ومين. مياو وفي مياون، في الف بعد الواو ممكن برضه، وفي مايو اون بالانجليزي زي ام واي او او، هي مش تكتبش كده لكن تتنطق كده ام واي او او بعدين او ان زي مايون. ايه بقى المايون دوت وايه ايه الاكتشاف الرهيب ده؟ قال لك ده اكتشاف مذهل واستخدموا فكره المايون ديت في هذا الموضوع. طيب إيه العلماء في هذا الكشف اعتمدوا على حاجه اسمها الهاي انرجي بارتيكل فيزيكس، اللي هي الفيزياء بتاع الجسيم تصغير الجسم، يعني الذره الصغنونه ديت الجسيم ده او الجزئيه دي الجزئيات الصغنونه دي، لكن الجزئيات دي عندها طاقه عاليه جدا، فتلاقيها ايه يعني مثلا انت بتسمع زمان كنت بتذاكر حاجه اسمها الالكترون مثلا، يعني اهو المايون ده حاجه زي الالكترون ولكنه اتقل ب 207 مره، ده المايون كويس. طيب فاذا هذا دي الاجهزه لما جابوها استخدموا حاجه اسمها المايون ريديوغرافي. الريديوغرافي اللي هي التصوير بالاشعه معتمدين على المايون. فقال لك ايه المايون ده بقى؟ المايون ده بالظبط كده عباره عن زي الدش زي الشاور كده طبيعي، ولذلك واحد من العلماء شرحه ان هو جيفت فروم نيتشر، يعني هو هديه من الطبيعه لانه هديه من ربنا سبحانه وتعالى، وهو قال ان ده عباره عن او وصفوه وصف المايند ده ان هو ناتشر دريزل. دريزل يعني زي ما تكوني جايبه تقطير بتقطري تك 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 زي قطرات كده بيقطر كده يعني زي رصاص، ده اسمه دريزل بالانجليزي. فهو دريزل طبيعي لكن انت ما بتشوفوش بالايه؟ ما بتشوفوش بالعين، يعني لا تستطيع ان تراه بالعين المجرده بس، وهو بينزل ده بقى وهو عباره عن حاجه بيسموها سب اتوميك. اتوميك معروفه اللي هي ذري، وسب يعني فرعي، فهو ذري فرعي لو تحب يعني، والبارتكل اللي هو جسيمه بيسموها ايه؟ بيسموها الماين. خلاص كده شرحناها بطريقه بسيطه. الجزيئات دي بتهبط تنزل زي الشعور
على الارض طول الوقت. بس احنا ايه بقول لك، احنا قلنا احنا مش هنشوفها بالعين المجرده. وبعدين بيحصل لها حاجه بالانجليزي اسمها فلانج اوف. فلانج اوف يعني بترتطم بالارض. بترتطم بالارض، بترتطم امتى؟ لما الاشعه الكونيه، في حاجه اسمها الاشعه الكونيه، دي بتبقى برضو جزيئات كده ذات طاقه عاليه بتتسابق كده زي كده، تخبط في حاجه اسمها المجال العالي بتاع الارض، الاتموسفير بتاع الارض. اول ما يحصل ده، اول ما يحصل الضرب ده، لما تخبط تصطدم دي بدي، المايون ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه دوت بيرتطم بالارض. خلاص؟ طيب، او بيرتطم بالحته اللي هو ماشي. خلينا نقول جمله كده، تعالى نقول جمله، نقول هذه الجزيئات تهبط بطريقه الشاور زي ما اتفقنا على الارض طوال الوقت، وبعدين يتعمل عمل طرح ارض اللي هي الفلانج اوف ده، عندما تصدم الاشعه الكونيه اللي هي الكوزميك ريز بالمجال العالي للارض اللي هو الايرث ابر اتموسفير. شايفين الجمله اللي انا قلتها دلوقتي دي؟ بس في الوقت اللي انا قلت فيه الجمله دي في 6 مايونز ضربت خلال السمارت فون بتاعك. يعني وانت بتقرا الجمله دي في تليفون سمارت فون كده اهو، الجمله اللي انا قلتها دلوقتي دي كده اهو، خد بالك دي في الوقت ده في 6 جزيئات من المايونز خلال ايه؟ عبرت خلال الشاشه بتاعه تليفونك الذكي. المايونز دي الجزيئات دي مش مضره، ادي تاني حاجه حلوه فيها. يبقى هي بتنزل ما بتشوفهاش بعينيك زي الالكترون، بس هي اتقل 207 مره. فيها ميزه ان هي فيها طاقه، الماين الجزيئي ده الجسيم ده فيه طاقه. ميزه بقى الماين عن حاجات تانيه ايه؟ ان الماين ده الجزيئي ده الطاقه اللي فيه بتبقى ما بتتفقدش. انت عارف طول ما انت بتحرك الطاقه بتتفقد، في طاقه بتروح، لكن هو ما بيفقدش طاقته لدرجه ما نقدرش ايه نستطيع ان احنا نرصده. وفي نفس الوقت بينزل. فلو انت عندك جوه الهرم، نرجع بقى للهرم، لو انت عندك جوه الهرم جهاز يقدر يرصد جزيئات الماينز دي، خلاص، وهي بقى يا اما بترتطم بالارض او بتخش في جزء فاضي او بتخش في جزء مليان، لان هو ممكن يستطيع ان هو يخش الجزيئات دي تقدر تخش فيه ترتطم بسوليد، خلاص، بحاجه جامده. فهو يعمل عمليه كشف الاجهزه، عرفوا يوصلوا لاجهزه تقنيه عاليه جدا ان هم يعملوا بالاشعه يستطيعوا يشوفوا الماينز دي. والله الماينز ديت ثابت قدامنا فراغ، يبقى فيه هنا ايه؟ فراغ. قعدوا يشتغلوا كتير من بقالهم سنتين تقريبا شغالين بالاجهزه جوه الهرم ومن بره الهرم، لحد لما توصلوا للاتي. توصلوا ان في فوق الجراند جاليري او فوق البهو الطويل اللي بتخش جوه الهرم ده بتروح بيه للغرفه الدفن، فوقيه يوجد فويد، هم سموه كده في او اي دي بالانجليزي. فويد يعني فراغ. طب هم ليه ما سموهوش تشامبر؟ ليه ما سموهوش غرفه؟ لان هو مش لغايه دلوقتي احنا مش عارفين اذا كان هو غرفه ولا ايه؟ هل هو غرفه؟ هل هو ممر؟ هل هو ايه بالظبط؟ حدش عارف. هل هو كاردر يطلعك؟ هل هو بيستخدم لنقل احجار؟ هل هل هل؟ طيب اللي نعرفه عنه ايه بقى الفويد ده؟ عرفنا ان هو على الاقل 30 متر، 30 متر بتتكلم حوالي 100 قدم. دي ده مسافه كبيره قوي 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 ان انت تلاقيها جوه الهرم فاضي. فده يخلي هذا الاكتشاف هو الاهم من ال 1800 لحد دلوقتي. من 1800 ما حصلش كشف بالاهميه دي وبالكبر ده، وكمان زود بقى عليه وبالميستري ده. بالغرابه دي، في غرابه فيه. في غموض فيه لسه. بيسموها بالانجليزي في كلمه بالانجليزي كده تحفظوها اسمها الامبيجوس. امبيجوس كده حاجه مش حاجه مبهمه لسه، لكن على الاقل عرفنا هي مش مبهمه قوي بقى، لان احنا عرفنا ان عن طريق الاشعه بتاعت الماين اللي انا شرحتها لكم دي دلوقتي، واخد بالك؟ عرفنا ان في هذا الفويد. طيب هذا الفويد بقى ايه ميزته وهيعمل لنا احنا ايه؟ اولا سيعيد كتابه تاريخ الهرم كمان مره، كل شويه نعيد بناء الايه؟ نعيد ايه؟ التاريخ بتاعه وكتابه التاريخ بتاع الهرم. الكلام انا كنت بقوله لكم بقالي مليون سنه، يجب علينا اعاده كتابه التاريخ المصري من جديد. الناس تقول يا عم مش عارف ايه وبتاع والتاريخ انا لسه ايه؟ اهو بيحصل اهو، ان كل اكتشاف وكل حاجه بتحصل، كل ما التكنولوجي بيعلى كل ما بتكتشف. انا ليه بحب الاكتشاف ده او ليه انا متحمس له قوي؟ واحد، لانه اكتشاف لم يتم عن طريق النخ او الثقب او التكسير او اي نوع من انواع الاهتزازات المضره بالارض. ادي واحد. اثنين، الماين ده مش مضر، يعني الماين ده لا يضر،
خاتم ويجأ من خلال الشاشه او دخل من خلال الشاشه من خلال كذا مش عارف ايه وشاشه السمارت فون بتاعك وانا بقول لك الجمله دي يكون دخل كام مايل والكلام ده كله ماشي. لكن هل هو مضر؟ لا، ويقول لك كلنا كنا متنا لان المايل ده نازل ليه زي الشاور زي ما اتفقنا زي الدريزل خلاص كده. طيب هل في ممكن يبقى في نسبه خطا في القصه دي؟ احنا ممكن نخطا. هل العلماء دول يكونوا اخطاوا؟ صعبه المره دي ان هم يخطاوا. ليه؟ لان احنا عندنا ثلاث فرق اشتغلت، فكل فرقه تطلع نتيجه، فلو نتيجتك مع نتيجتك مع نتيجتك طلعت واحده يبقى هنا ايه؟ في تاكيد اقرب الى ما تقدرش تقول لا، اقرب الى الصواب. طيب هما بقى بيحسبوها بحاجات تانية بقى، بيحسبوها بحاجة اسمها الليفل أو المستوى بتاع السيجما. فهما وصلوا أخيرا اللي هي بقى أول امبارح ده اللي كسر الدنيا ده والدنيا كلها بتتكلم عليه دلوقتي. وصلوا لليفل اسمه سيجما 5. سيجما ليفل سيجما 5 ده المستوى بتاع سيجما 5 ده في الاستاتستيك في الإحصائيات اللي هما اشتغلوا فيها دي. يعني بكلامنا احنا بالكلام المفتشر كده على الكلام الأرضي الجميل كده، يعني نسبة الخطأ في الكشف عن هذا ال 30 متر المينيمال على الأقل يصل إلى أقل نسبة الخطأ أقل من 1 في المليون. دي معنى كلمة سيجما 5، مستوى سيجما 5. فلما أنت توصل بأجهزة إلى هذه النسبة الجميلة أوي 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 اللي هي أقل من 1 في المليون دي، انا كده ايه ارتحت نفسي. لسه بقى هنقعد بقى بالخيمة كلنا. ايه بقى الفويد ده؟ انا مشكلتي بقى كل ده مشروع الحمد لله تمام وعظيم سلامة كل اللي اشتغل. طيب ومشكلتك ايه بقى يا بسام اللي فاضلة؟ مشكلة واحدة. عندما تنظري الى هذه الصورة اللي فيها الفراغ اللي فوق الجراند جاليري اللي فوق الممر الكبير او البهو الكبير بتاع الهرم من جوه، تجدي حاجة يمكن مفيش لسه حد كتب عليها على حسب ما انا قرأت في الأخبار. الأخبار بتاعت الإيه؟ النيتشر ذات نفسها مثلا إيه ممكن تكون المقالة اللي نزلت هزت العالم اللي نزلت في مجلة علمية اسمها مجلة نيتشر. فأنا لسه في نقطة يعني ما تجاوبتش عليها. إيه هي؟ لما تيجي تبص إحنا عندنا الصورة ديت يا دكتور، الصورة دي إحنا عندنا الصورة بتاعت الهرم دي اللي فيها الفويد كده يا محمد لو تسمع، هتجدوا حاجة عجيبة شوية فيها. نشكر الدكتورة انها في مدة الله ينور عليك مدة وجيزة جدا صورت لنا الصورة.